انت بتعاير الاهلاويه يا ابراهيم يا عيسى، عشان اول رئيس للاهلي كان انجليزي. اكيد انت بتعمل كده عشان اللي اسس الزمالك واول رئيس ليه كان اكيد مصري. الخواجه جورج مرزباخ، اي زملكاوي لازم يبقى عارف الخواجه جورج مرزباخ، لازم يبقى مرزباخي كمان لانه زملكاوي. فمرزباخ بقى الراجل البلجيكي الجميل ده اسس نادي المختلط. نادي الزمالك عملوا فريق واحد اسمه مرزباخ، ده راجل بلجيكي. انا قلت كده برضو. رحله عمري بفرح بجرح. ثانيه واحده، انت قلت بلجيكي؟ كان في من المؤسسين بلجيكي وايطالي وانجليزي. بالمناسبه الانجليزي هو هوارد كارتر، مكتشف مقبرة توت عنخ آمون، واتنين مصريين. ايوه صح كده، وضح المعلومة يا راجل، ده انا كنت مفكره اجنبي، بس الحمد لله طلع بلجيكي.